جيل كامرون 2021. تحية مرة أخرى لضيفنا سيد يوسف الزواوي، يسلم المد برفقنا كذلك وليد برحومة، تابعوا معكم المشوار حتى للأربعة. سي يوسف، حكينا على الكورونا، اليوم أمر واقع، اليوم عندنا 12 ملاعبي ما همش على ذمة الرصيد، على ذمة الناخب الوطني المنذر الكبير. اليوم ما نجموش نكتشفوا وجوه جديدة، يمكن لو كان جينا بالتشكيلة الأساسية متاعنا ما نراوهمش. شوف الاكتشاف، معنى التفكير، الاكتشاف في حد ذاته معنى ماهوش في فكر المدرب، هو خاطر تشارك انت في تظاهره هذية، هو تختار الملاعبين اللي باش تستعملهم وقت الحاجة. الاكتشاف يمكن بالنسبة للرأي العام، اما بالنسبة للناخب الوطني صعب شوية باش يكتشف. يمكن باش يربح خبرة، يمكن الظروف هذية تخلي اللاعب اللي يكون هو ال 15 ولا 16 في المجموعة ياخذ فرصة باش ياخذ طون دو جو، فرصة لي هذا صحيح، كما صارت لنا في الكوبا راب. صحيح. في الكوبا راب وقت اللي ما فماش ملاعبية اللي هم من الأوروب، فما ملاعبية خذوا فرصتهم واكتشفناهم. مثلا بن حميدة بلاصة معلول شفنا باركور كبير. بلال عيفة اللي معناها كانت مفاجأة صار لرجوعه للمستوى نتاعو الأولي نتاع أيام زمان نتاعو، هذا حاجة إيجابية. وهذا في الحال اللي احنا فيها حاليا، وخاصة في الخط الخلفي في محور الدفاع اللي عندنا نقص، ونقص كبير من الملاعبية، استفدنا من المشاركة نتاعو في كأس العربية واستعملناه، وحاليا ولا هو من الركائز نتاع الدفاع نتاعنا. هنا نرجع لسؤالك اللي كونه الاختيارات باش تولي ضيقة على المدرب باش يتعامل معها بطبيعة الحال. وهذا نرجع لك قبليك وقت اللي قلت مثلا عنده حسابات، ما عندوش حسابات، يلزمه الحسابات نتاعو هو كان يلزمه ينتصر، باش الاختيارات نتاعو تكون اختيارات حسب الموجود اللي عنده، وكل الموجود اللي عنده يشخص ويعطيه القيمه الفنيه نتاعو باش يختار له انا هو الاسلوب اللي يجم يلعب به باش يعطي اكثر ما عنده فوق الميدان. قول انت التشكيله جاهزه في ذهن المنذر الكبير من البارح لليوم، نتصور راهو تفكير كبير في المعاوضين لل 11 اللي بداوا مثلا ماتش موريتانيا، خاصه وانه ماتش موريتانيا كان ماتش وين لقينا فيه سيرتين فلويديتي في اللعب، دونك كنا باش نبنيو عليه من المفروض. احنا اللي كنا نتمناه واللي في الفتره الاخيره ما تمتعناش بالستابيليتي نتاع لا فورماسيون. في الفتره الاخيره ديما كل مقابله تجي في ظروف، وظروف صعبه للناخب الوطني وحتى اللي نحن على مستوى الاختيارات نتاعنا، واحنا شو نفكروا من برا مختلف. المتفرج ديما فارس، واحنا ديما تعرف في تونس 12000 12 مليون 12 مليون مدرب، وهذا معناها تعودنا عليها. وفي الكوره كل واحد عنده رايه، يعني ورأيه معناه حر، معناه يجب يعطي رأي. بالنقطة هذه بالذات حبينا نعملوا الاستمرارية ما جاتش كما حبيناها احنا، لكن وقت اللي نشوفوا الملاعبية اللي موجودين حايلين واللي هو باش يتعمد عليهم، نجموا نشوفوا بنظرة هكا اللي كونوا الإمكانية باش يحط تشكيلة واحد برك ما لعبش. اذا كان في التفكير، خاطر انا شخصيا عمري ما نعطي تشكيله، لان المدرب هو اقرب وهو يعيش وهو يعرف، ما يجمش اللي من برا يعرف، ما يجمش. ما تعطيش تشكيله لازم يعطي راي سي يوسف. اي لا لا انا لا لا قلت جوستومون المره هذه اعطيت راي. علاش اعطيت راي؟ لان الاختيارات مش برشا. كيف التشكيله اللي قالها توا ابوبري انيس حبيب، انيس وخلى زوز اماكن اللي هو حطهم في اربعه، هو تقريبا الجارديان وخط الدفاع واضح تو انيس. هذا اش قال؟ اعطى خط الدفاع واضح، ما عندوش اختيارات اخرى. باهي، كذا باش يلعب باربعه، باش يلعب اللي قلت المحور الدفاع اللي اعطاه معناه مردود ايجابي. بالنسبه لوسط الميدان كيف نحب نسالك وسط الميدان يا سي يوسف. المقابله الاولى الثنائيه نتاع العيدوني والسخيري ما مشيتش بالباهي، خاصه ديتو على مستوى بناء الهجمه. انت في مقابله اليوم هل تشوف ان نبداو المقابله مثلا بالسخيري بن سليمان او حنا بعض في وسط الميدان ونرتحوا العيدوني، والا لازم يكون موجود العيدوني في ظل انه الغيابات الموجوده في المنتخب اليوم؟ احنا شنرجع نقول تو كما قال وليد، اللي كونه وقلت انا اللي كونه نحاولوا باش نستحفظوا على الاستمراريه،
خاطر الاستمراريه اعطت معناها للتشكيله اللي فاتت اعطتنا حاجه ايجابيه. هذا مش موجود اليوم، مستحيل. على الاقل مينيموم تاع استابيليتي. فما مينيموم علاش نقول مينيموم؟ بالنسبه للكاستينغ الاولاني، خاطر احنا وقت اشفقنا اللي كونوا هالزوز ملاعبيه هذوما ما كانوش في اوج العطاء نتاعهم اللي عطاوه سابقا، لان ما صارش مقابلات وديه، تمارين ما صارش، اكتشفناهم وقتاش؟ في المقابله الرسميه. المقابله اللي بعدها اخذت تغيير، عمل التغيير، والتغيير اعطى الاجابه الاضافه نتاعو، اعطى المردوديه نتاعو. مع الاسف باش يستمر ما نجمناش نستمروا. صحيح. اش باش يعمل؟ لان الفتره اللي عمل بها عيدوني حاليا تمرن اكثر من تمرين وشاف ولونترونور ولا يعرف، حتى لي جوار في حد ذاته هو شاف روحه اوتوماتيكمون باش يرجع للطريقه القديمه اللي لعبنا بها، اللي قديمه معناها كي نقول قديمه في المقابلات اللي سبقت، شكون يلعب في الوسط الميدان؟ العيدوني والياس. تو يرجع الياس والعيدوني على خاطر وهنا ما يجمش يغير وبن سليمان. انا مش انا متاكد معناها انت مع العيدوني على حساب حنبال في وسط الميدان. شوف حنبال اولا سي تان نوفو على مستوى التشكيله. معناه احنا متاكدين والكون نتفق الكل على مستوى حنبال، لكن ما بين المستوى وما بين العطاء وما بين معناها كيفاش يدخل في 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 تنظيم في اللعبه نتاع نتاع المنتخب يلزم وقت. والجون توت سويت معناها عمل ماير جوار وجبد الانظار، لكن هذايا ما تجمش انت ان جوار في الظروف نتاع الكوب دا في نتاع الكامرون، ظروف ظروف صعبه. ظروف صعبه مختلفه تماما على تماما تماما على 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 على, 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 على قطر تماما. الله هنا وشفنا اللي كونه حتى كيلعب ثم حاجات ما ظهرتش عنده في القيمه نتاعو الكرويه، ما ياكد اللي الانسجام نتاعو يلزم وقت ويلزم يتحط في 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 ظروف احسن بكثير باش باش نستغلوا الامكانيات نتاعو. هنا انا وقت اللي وهذايا شفناه راهو على مستوى، وقلت انا البارح في التدخل نتاعي في 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 مش كريتيك معنا في شنو شفت النور افريك نتاعنا احنا المغاربه كنا هنا الجزائر المغرب تونس مصر، وقت اللي نلعبوا مع لي زافريكا فما حاجه يفوتونا فيها ومنجمش مش نخلطوا عليها بدنيا مش نخلطوا عليها، هذه حقيقه هذه حقيقه. لكن احنا قوميهم تكتيكمون اي، لكن في وقت ما في الظروف هذه في تبدا تلعب انت على 35 دوغري وتلعب تلعب على 80 هوميديتي، هذه وهو متعود على هذايا. الله نرجع للسؤال نتاعك فيما يخص حنبال. المدرب بطبيعه الحال بشراء اللي كونه حاجته بالمقابله، والمقابله باش تكون فيها صعيبه، مقابله تتطلب اكثر قوه بدنيه وتتطلب اكثر شخصيه ميدانيه وخبره، هذا الكل باش يكون يعطيها للجوار اللي لعب سابقا معه واللي لعب في المقابله اللي فاتت واعطى مردود ايجابي اللي هو أنيس سليمان. علاش علاش تحب في الخط هذا بالله سليم جوست في النقطه هذه السخيري والعيدوني سي سي يوسف برشا قالوا لي هما انكومباتيبل ما ينجموش يكونوا مع بعضهم، خاصه اللي ماتش مال يلعبوا فرد خط، هل هو مشكل نتاع دو بروفيل ما يتقابلوش والا نتاع توظيف نتاع جاهزيه نتاع جاهزيه؟ خاطر المقابله اللي سبقت لعبوا زوز وتكاملوا مع بعض. تقصد ماتش ضد زامبيا في تونس اللي قبل لعبوا زوز مع بعضهم وكان اكثر اسمه العيدوني اكثر هو يعمل ريليور، وكي يعمل ريليور يلقى معناه المردود يعطي اضافه للفريق نتاعنا. وحتى اسمه الياس سي ان جوار تري انتليجون، سي ان جوار عنده اون كليرفايونس معناه عنده رؤيه فوق الميدان، وهذا ما خلاه يكون من احسن الميليو تيران في المانيا في البوندسليغا. راهو البوندسليغا صحيح خرج بارمي لي ميور، وهذا شنو؟ هذه قوه التمركز نتاعو وقوه الرؤيه نتاعو، ورانا 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 معنا الى ماركي دو بوت معنا في 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 الرؤيه هذه وفي الخاصيات هذوما. الوغ سي ان جوار كي سادابت، وفما حاجات برشا عباد ما تشوفهاش، الي لوم انفيزيبل في الكوتي تكتيك في تخريج الكره وفي التغطيه، معناها فما برشا ما يراهاش، ما يراه الا وقت اللي هو يكون هو
في الرياكسيون. اما وقت اللي تشوف انت ليكيليبر نتاع ليكيب نتاعك فما سيكوريتي وما تجيش الكره، ما يراها الا المختص. هو هذي عنده الخاصيه هذي. سي يوسف نحن نرجع لك الحنبال، ما عرفتش شاطرني الراي ولا المقابله الاولى متفقين انه تعدى بجانب الحدث، ما تشوفش اللي المقابله الثانيه وقت اللي كنا رابحين ما نعرفش كات زيرو وقتها كنا نجمو نعطيوه شويه وقت باش على الاقل يرجع شويه كونفيونس؟ راهو هو مش اللي خصتو كونفيونس ولا ما تشوفش فقدها بعد الماتش الاول خاصه برشا من عباد لاموه شويه؟ لا فاتيتو، انا راه في شخصيته، في شخصيته وفي ال هو خذا شهره معنا في ظرف في وقت وجيز وجيز جدا، وشفتوا كيفاش تعامل معها، تعامل معها بكل رزانه، معنى ظاهر سي لاعب راكز، معنى مش خفيف راكز، وهذا ما نظنش تاثر عليه، انا ما نظنش تاثر عليه لا شيء، لانه يعرف اللي هذا اولا مش يحمي نفسه، واولا ماذا به هو ما يلعبش في الظروف هذه، يلعب في ظروف اللي هي تسمح له باش يظهر بالامكانيات نتاعو، واللي قلت عليه انت فما ملاعبيه اللي ما خذوه حتى طون، واحد كيما مثلا اللي يجي من ايطاليا شو اسمه كشريده؟ لا 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 نتاعنا اللي ايطاليا معنا حد بشريكا، لا لا اللي كان في ايطاليا، كان في ايطاليا مشى بلجيكا تو ورجع. اه داكوردو رفيع، حمزه رفيع، حمزه ايه هبط جوستومون قبل ماذا بيه ياخذ اكثر طون دو جو باش او موان اون كاد بوزوان نلقاوه حاضر. يوسف كيف معناها يوسف مهما اللي تقال عليه ومهما اللي فكروا فيه ومهما ديما يوسف يعتبر نعتبروه مهم ياسر في قيمة ثابتة في, في في الوقت اللي احنا في حاجة ليه، حتى كي يلعب في المستوى نتاعو معناها ماهوش مستوى 100% كي يلعب على 90% ديما يعطي مردود ايجابي ويحط حتى الادفيرسير يخليه يقرا له 1000 حساب. وفوقت مرة قلت انا قال نقعد نستناو في يوسف حتى يعمل ايه فما اوقات يزمك تستنى يوسف، خاطر فرقوه ما بين معناها عطوني ما بينه هو وما بين الجزيري. قلت الجزيري وقت اللي مثلا المردود نتاعو يهبط ما يجمش يطلع خاطر عنده اشياء ما عادش يجم يعطيها. يوسف ما تعرفش يوقف يوسف، لا يوسف يجم اتو مومون يعمل لك لا ديفرنس. تو هبط ولا لا هبط جاب بيلانتي سي يوسف حركة فنية جاب بيلانتي تعدت بين انت الخط الامامي. نحن نسالك لهنا على الخط الامامي عندنا الجزيري اوكي ما كانوا واضح ولا نقاش فيه باش يكون هو راس حربه. الثنائي اللي على جناب في ظل الغيابات اليوم عندنا رفيعه عندنا مساكني وعندنا الخاوي ونجم نقول اقل شويه المجبري، شكون الثنائي اللي تشوفهم واحد على اليمين وواحد على اليسار؟ شوف احنا في المنتخب نتاعنا حاليا مازال عندنا نقص على مستوى الخط الامامي على اليمين، ما لقيناش ان جوار اللي يكمل البلان داكسيون تاع لونترونور وقت اللي يبدا على اليمين. الكل يحبوا يلعبوا على اليسار. والكلهم اكثريه يسار. الاغلبيه سليتي يلعب على الاختاء الدوري. ما هو يحب على اليسار. اما يفضل على اليسار صحيح. وقت يلعب على اليمين سليتي لي زاكسيون نتاعو الكل بالو بيي. لكن وقت اللي يلعب على اليسار يعمل لك البينيتراسيون اللي يطلب الكره اونتر لي ليني. في اليمين لا ياخذها بالو بيي. مع ان حتى لاعب حاليا اللي فاقدينه. كان انيس البدري قبل ضيع شويه الفرصه. انيس البدري يعطيك الصح اسلام عندك معناها شفت كي ترجع كان عندنا انيس البدري عنده ست كاليتي لا عنده دريبل بالو بي عنده لي زابيل يدخل لك الى غريس يل مارك يل دون دي بوت يعطي لو درني باس هذا موجود عند الموجودين الكل في هذا الكل ما فما الا الخاوي اي انكور الخاوي اي انكور فما دي مومون يولي يلعب لاتيرال وفما دي مومون يلعب فيلاريير يحب يقول الخاصيه اللي طلبها لونترونور اللي يقول بيعمل هكا باش يخلي لاريير لاتيرال دروا اللي يطلع خاطر احنا قوتنا فين ندخل لانتيريور ونعطيو بوسيبيليتي لي زيريال لاتيرو باش يطلعوا وهذه تكون في الاكسيون هذه لازم تكون في الاكسيون وفي التسلسل نتاع الاكسيون اما ماهوش افيكاس يوسف خذا قداش من فرصه مع المنتخب على الخاوي ما هوش حاجه كبيره لا سامحني كنت عمل له الوقت اللي لعبه وتشوف البونتو اللي يتمركها والبونتوات اللي عطاها خذ البونتو الاولاني وقت اللي عمل لاجريسيفيتي اون دياغونال شكون عطاها بالطلون؟ اي هو عطاها بالطلون مش اسيست لا عطاها بالطلون معناها خلق ساهم فيه خلق تمهيد خلق ان بروبليم شي لو ديفونس لاكيب ادفيرس بالموفمون نتاعو هو داير الماتش هذايا خاطر في خاصيات الماتش هذايا خاطر الادفيرسير عنده طريقه لعب يلزمك انت تلعب ضد طريقه اللعب تاع الادفيرسير مع احترام طريقه لعبك
مش تلعب ضد الادفيرسير وتضيع طريقه لعبك. لا، لازم خاصيات نتاعك تحطها في التنفيذ نتاع المنافس. شنو الخاصيه نتاع المنتخب الجامبي؟ شنو اللي نجم يلزنا تكتيكيا كونا نغيره؟ اعطاني الخاويه على اليمين، عادي صار شكون تشوف؟ يوسف المزيك جاهز للمقابله؟ لا جاهز ما تلعب على شوي، ما عندكش اختيار. انا قبلني رافع ولا حاجه باهيه في المقابله الماضيه كي هبط. بون، انت تقول حاجات باهيه، انا نقول كومبليمونتاريتي في لي زاكسيون عند يوسف اكثر من عند باه. المنتخب الجامبي نجم يفرض علينا ان ستيل دو جو معين؟ هو عنده ان ستيل دو جو واضح اللي هو فاش ما يغيرش. كان تشوف انت زوز مقابلات يلعبوا، كي تشوف مثلا امتلاك الكره ديما هو انقص لي زوكازيون دو بوت، يعطيك الكره معناها ويقعد يسكر معناها هو انقص، معناها كل شيء هو انقص، ولكن يفوز. علاش يفوز؟ خاطر عنده اسلوب وقت اللي عنده الكره، واسلوب ما عندوش الكره. الاسلوب اللي عند وقت اللي عنده الكره بالنسبه لي يلعب على لي دو على لافون سونتر وعلى لي زاتاكون اللي يخرجوا له من التالي، ما يشدش كوره، ما يلوش ميديكاتور زور كما يلعب لعب مباشر، يلعب اللعب المباشر ما يشدش كوره، وهذا اللي هو معناه اللي فيه خاصيات ردوا بالنا فيه في رأينا. هنا تقصد كي تقول ردوا بالنا على الخط الخلفي في الديوال، والا على لي دو معناها الثلاثي الوسط اللي باش يامن التغطيه لا دوزيام باك، الكل على ميليو التيران. وهنا اللي اول هنا ان شاء الله ينجح في 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 في, في, في المقابله نتاعو، خاطر الجارديان بيوت بشير في زوز مقابلات ما جاهش لعب لا المقابله الاولى لا حتى المقابله اللي صارت عليها برشا كلام، ما جاهش شيء حتى الهدف بينالتي ما جاهش شيء، لم يختبر. مقابله ثانيه كيف مقابله ثانيه جات واحده واثنين، ما فهمتش الحاجات الايجابيه هذا واقفين من يحدي دفاعيا، لكن ما يكفيش. انت باش تربح المقابله يلزمك تكون عندك وقت اللي تعمل دفاع، لازم تعرف تترجم كان الكره نتاعك بالتنقل الهجومي، وهذا شيء لازم يكون. وعلى هذا المقابله خرجت بيلانتي، وبيلانتي ضايع، لكن في التحليل نتاعها كان تحليل صعيب على الاكيب نتاعنا، صعيب برشا. هلا نرجع لسؤالك سي وليد، اللي كونه على مستوى طريقه اللعب نتاع الجامبي، طريقه وقت اللي عندهم الكره يلعبوا قلت لك فير لافون، لعب مباشر، لعب المباشر واللعب المباشر اللي يقلقك به وما يلوش باش يلعب يحضر الكره، وقت اللي يخسر الكره يخلي لك الدنيا ويرجع، واللي يلعب اربعه ما يحبوا برشا. شفت لي كاتر ديفونسور من التالي، لي كاتر ديفونسور يوليو يقول عليهم كاتر اكسيو فيكس، معناها ما يقعدوش محلولين، يجيو يسكروا وقدامهم خمسه، واحد واربعه، وعمر ما يتلهاو بالجوار، يتلهاو بالكره، ما يتلهاش بالجوار. مثلا كي يحط خمسه وانت مثلا تكون على الجناب، من هذه الكره هنا وعلى الجناب انت تحل، ما يخزرلكش، وين فهم الكره يخزر الكره، ما يلوش الا الكره. وعلى هذا التنقل نتاعهم من الحاله الدفاعيه للهجوميه تكون اسهل، على خاطر يفك الكره يفكها وهو حاضر باش يلعبها لقدام، وهنا يلزم ردوا بان على مستوى التغطيه. وهنا بشير لعبي. هنا بشير وقت اللي تبدا انت تلعب الفوق، الديفونس بتاعك الفوق، مش هو يكون حاضر يقرا يغطي ويغطي، ولك سنترال نتاعك كيف واللي تنعطي في لسون تكتيك. ما نسالش بالعكس، احنا مستمتعين على فكره. وهذه لك سنترال نتاعنا، احنا ما نلعبوش ليبيرو، نلعبو ان ديفونس افونسي. كي تلعب انت لا خاطر تنجم تعمل ان ديفونس بروفوندور نتاعك، تلوج البروفوندور نتاعك، تلوج العمق الدفاع، تلوج العمق الدفاع نتاعك. هنا يلزم اللاكس نتاعنا يكون فايق، وفايق برشا. علاش فايق برشا؟ اي كوره يا خو الادفيرسير مكش عليه اكران، انت انا علي عنده الكوره مكش انت عليه اكران، شو اللي راه يولي يشوف بعيد، يشوف بعيد، مش عارف الكوره 30 دو 35 ا 40 متر، و 35 40 متر باش تعمل لك الظهر نتاع المدافعين نتاعك. الوغ حاجتين، اكران سي لو بورتور دو لا بال هكا اوبليغاتوار، ولي دو ديفونسور يقراو باش يعمل ركول فران، معناه يوخر ويقف، يربحك الخمسة سبعة متر التالي اللي يولي ليبيرو في اللعبة. الديفونس والجارديان دو بوت يلزمو يتعامل مع الاكسيون هكايا، اما يخرج
ويهز الناس الكل ولا يوخر ويقعد في البوزيسيون نتاعو. هنا شفت قداش المجهود نتاع وقت اللي ما عندكش كوره. الو هنا الولي المقابله تتطلب برشا تفرض طريقه لعبك، لكن ترد بالك من رده الفعل نتاع المنافس. مناش على سي يوسف، عندي احساس انك حكيت برشا تكتيكمون مع سي المنظر بعديتو جمله. علاش الكلمه هذه؟ مناش حسيت هكا حكيت. لا وليش قال لي؟ لا سامحني، انا سالت على طريقه تمركز المنتخب الجامبي وهو ينجم يفرض علينا. يا سلام، مناش حسيت هكا ولا غلط؟ لا دلوقتي مش عيب، فهمت؟ لا سواء عادي معناها حتى مدرب وطني يستشير وينظر وياخذ هاي العباد الكبار اللي في الكوره. لا لا لا، ايش نقول لك في النقطه هذه؟ والمدرب اللي مثلا انا مدرب وانت مدرب. انا انت جيت تحب تستشيرني. تستشيرني، نقرا انا فكرتك، عمري ما نجي ضد فكرتك، نتكلم صفه عامه باش ما ندخلش في تفكيرك. هذا كان ندخل في تفكيرك باش بدلك فكرتك، مستحيل تجم تجيري الماتش، امبوسيبل تجيري الماتش، خاطر الانترنور شنو هو؟ يتشبع بالفكره، والفكره هكايا كمرحله اولى. المرحله الثانيه هو الميدان، والميدان فيه المنافس، فيه الفريق نتاعك، ملاعبيتك، تبقوا ولا ما تبقوش. كيفاش تعمل كوتشينج؟ كي انت ماكش متمتع بها الفكره ومش نتاعك باش تجم تلقى لها حلول اون كو دو اون كا دو دو معناها دو ديفيكولتي، مستحيل تلقى الفكره. الوغ سو كي في كل انترونور يحترم نفسه، عمره ما يقول لزميله اعمل هك واعمل هك واعمل هك. جميع اذا هو يحب يعاون. في الاخير هي استشاره ماهيش املاءات معناها في الاخير. مستحيل. وهذا السؤال اللي اعطيته. لا ماهو السؤال، هو ملاحظه وسالت. ملاحظه هو ملاحظه. لا 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 انا جزء في النقطه. ماهيش معلومه معناها. لا لا هو انا اللي جابت وليد. ما يسالش في النقطه من الناحيه الهجوميه المنتخب التونسي. انت حكيت على المنتخب الجامبي كونه ما يتبعش الكوره، يتبع البلاسمون بالعكس، ما يتبعش لابيل في الكوتي اوبوزي وانما يتبع الكرة. هنا ينقصنا شعليلي اللي هو معروف برشا بلي ترانسفيرسال على الجناب. تراش فما شكون ينجم يغير يعوض شعليلي في النقطة هذه، اللعب الطويل من جهة لجهة معناها. يهجم الكل، كيما الياس يهجم، كيما العيدوني يهجم، كيما سليمان يهجم، كيما ليزاريا لاتيرو نتاعنا يهجموا. انت قلت كلمة اللي انا ما قلتهاش، هاك قال كلمة هو. هو قال حتى كلمة. حتى في احكي مع سي المنظر. شنو هو استاذ؟ كنا نحكي مع سي المنظر. قال كلمة قال معناها لادفرسير ما يمشيش ضد لوبوزيسيون دو لابال. هكا قال هو. وهذه هامة. هذه هامة بالنسبة للاتاكون. وقت اللي البلوك يميل على جهة، أنت باش تكون عندك جهة فارغة في الأوبوزيسيون. لا، خاطر هو يمشي وين فما الكرة. والجوار وين فيه وين فما الكرة. أما كان أنت الكرة مش في الزون نتاعك وتتحرك ما يغزرلكش. انا بالنسبه لي وانا نحب نحرك. الوغ لافون سونتر نتاعنا، لافون سونتر بالنسبه لي في تفكيري ما يلعبش ستاسيون. المقابله هذه امبوسيبل دو جوي ستاسيون، تو نابا لا بين دو جوي ستاسيون. يطلب في البروفوندور، تلعب انت تو في ان رول نتاع يغلط. انت غلط، ما خاطر هو فين يكون تمركز سيوس معناها وقت اللي الكرة مايلة على اليسار سيبوزون. قلت لك أربعة هما، هو يجي الأربعة هذه خلخلهم. في المقابلة الأخرانية علاش نجحنا احنا؟ علاش نجح هو؟ نجح هو خاطر ديما يعطي البروفوندور في الزابيل نتاعو. صحيح. ثلاثة يخرجهم من الكونسنتراسيون دون لاكس. صحيح. ويخرجهم. صحيح. وشفناها في البطولة اللي سجلوا كيفاش لابيل اللي عملوا. يخرجهم وخرجهم ما عادش ينجم يعملوا حتى شيء. باش بالموفمون نتاعو. وكنت في وقت اللي يعمل جوار سون بالون باش يغلط. باش اصحابه يستعملوا، واكبر دليل على هذا الكاتريام بيوت اللي ماركيناه. وقت اللي خذا الكره شو اسمه الخزري وعمل جوار سون بالون. بالنسبه للتمركز غدوه كيفاش ولا لا؟ سيتي ان تري جولي بيوت ولا لا؟ التمركز نتاعو غدوه كيفاش لازم يكون؟ لافون سونتر. هاني قلت لك لافون سونتر لازم يلعب ضد ضربه. ضد ضربه معناها يل في لو موفمون دو كري دي اسباس اي دو بلوكي لي كاتر جوار. على ذكر وليد وقت اللي خسرنا ماتش مع مالي برشا
تقلق، وانا قلت له اكيد رب ضرع نافع، خاطر اكيد ربحنا منه برشا استنتاجات المقابله هذيك، اهمهم انه قلب الهجوم لازم في المنتخب الوطني التونسي، وهذا ان شاء الله اكيد سي المنظر معناها عنده هو الخيارات، لكن اكيد سيف فك بلاصته خاصه بالبونتو دي ماركي وبروندمون اللي قدمه في المقابله. هنا باش نرجع للحكايه اللي قلت لي التساؤل اللي عملته انت المقابله الاخرانيه، الموفمون هذا عملوا الجزيرة ولا؟ اكيد ظهر بشكون عطاها له؟ عطاها له لانترونور، عطاها له لانترونور اكيد. وانا هذا هذا اللي وقداش لعبنا الكرة فير لافون، عطاها له لانترونور اللي ما لقيناهاش احنا في المقابلة نتاع مالي نتاع مالي، ما ترجمناش ترانزيسيون نتاعنا. إيبا في المقابلة الثانية اوتوماتيكمون الى انسيستي لي زابيل نتاع الخزري كانوا في السونتر، لي زابيل نتاع الجزيري كانوا في الدزوين نتاع ليكيب الاخرى دي ليزيسباس، والكره مشات لقدام. الوغ سا سي لونترونور مش يوسف الزواوي. سي يوسف متعة كبيرة وقت اللي تبدا تحلل تكتيكيا، وكي قلت راهو من الاول راهو استاذ في التكتيك، راهو مانيش نزيد من عندي. هو متقلق منه شوية براموس. علاش بالعكس؟ لا الكلمة نتاعك انا ما نحبهاش. علاش اسلام؟ خاطر مكتعرف العباد يوظفوها كما يحبوا. اما هكايا لا، المدرب اللي لا مدرب، مش مقابله الاولى هذه، مش مقابله الثانيه هذه، راه ينقل 30 مقابله ولا 31 مقابله معناها عمل من واحد، معناها عنده الطريقه التكتيكيه نتاعو. واحنا هنا كمدربين متخصصين هذايا، وانا نحب التكتيك على فكره لك. على فكره روجي لومير كي جاء عام 2002 باش ياخذ المنتخب وخذاه من عند يوسف الزواوي، معناها وقتها هو فوزافي استوري الانتريم، قال ما نعرفش كيفاش تعيطوا لي وقت اللي عندكم يوسف الزواوي. هذه حقيقه زاد محمد سليتي اللي كان بحضرنا الجمعه اللي فاتت، قال اقوى تكتيسيان يوسف الزواوي. ما نعرفش ما وصلتك هذا مش رمي ورود سي يوسف، مش رمي ورود، خاطر احنا وكونترير، احنا بالنسبه لينا عشنا في كره القدم وديما مغرومين بكره القدم ونتبعوا كره القدم، وماذا بينا نتطوروا حسب امكانياتنا، وخاصه نحبوا الفريق القوي نتاعنا باذن الله. شكرا لكم الرجاء. شكرا لك يوسف الزواوي، شكرا لك على قبولك الدعوه. اسلام المد بجزيل الشكر. انيس الجويني كان معنا في الاخراج، وتلقاو الفيديو نتاع الدرس في التكتيك هذا تلقاوه على فيسبوك ويوتيوب على الباج اكسبريس اف ام. وليد برحومه نحييكم، غدوه باش نتقابلوا في توقيت مختلف بما انه المباراه تبدا 8، احنا باش نكونوا معكم مباشره بدايه من 7 نتاع العشيه، نواصلوا معكم قبل المباراه، نعيشوا اجواء المباراه والتصريحات ما بعد المباراه. ان شاء الله مربوحه وموفقين ان شاء الله غدوه ضد غامبيا. في الامان وباي باي.